لسنوات وأغنية آنستنا يا عيد الأكثر شهرة وانتشارا بالمناسبات العيدية، فالأغنية التي كتب كلماتها الشاعر عباس المطاع وغناها الفنان علي بن علي الآنسي بصوته الشجي وباللون الصنعاني المميز، تنساب عذوبة كالفرح وصدقا كملامح الأطفال، داعية إلى نسيان الهموم وتأجيلها على الأقل والانغماس كليا في تفاصيل اللحظة الفرائحية والمشاركة في صياغة الحياة في مناسبة العيد. العيد في اليمن يمثل فرحة كبيرة، ولذلك أفردت له أغاني خاصة منها آنستنا يا عيد التي تدعو الشعب اليمني أو تدعو اليمنيين بشكل عام إلى التسامح وإلى التصالح في مثل هذه الأيام، لكن للأسف حال اليمنيين أصبح غير ذلك. تحوي هذه القيمة الفنية أيضا قيمة أخلاقية، أقلها الدعوة إلى تجاوز الخصام وابتعاث حس الإنجاز. وإذا كانت الأغنية قد حصدت كل هذا الأثر، فلأن هموم الناس كانت أقل من أن تكون حربا ووضعا معيشيا صعبا، وجد فيها اليمني نفسه أعجز من أي وقت مضى على الإيفاء بحاجيات العيد ومتطلباته. لأننا في الوقت الحاضر نسمعها ويجينا حزن واكتئاب، أي نحن من آنستنا يا عيد وهذا مشرد وهذا قد قتل من أهل بيت اثنين ثلاثة وهذا جريح وهذا معاق وهذا نازح وهذا يعني أصبحت عكس، جاء الحوثي هذا مسح كل شيء حتى على مستوى آنستنا يا عيد. بالنظر إلى واقع الحال اليومي، فإن الأغنية وسماعها لم تثمر فرحتها المرجوة بقدر ما صارت تزرع في القلوب قصصا من القياب والشتات والفقد والخسارات. في كل الأحوال تلقى الأغنية رواجا شعبيا متجددا كونها مرتبطة بهوية العيد، حيث يتذكر معها الناس الفرح وروح المناسبة في محاولة لتجاوز الكثير من الأوجاع والمتاعب في ظل مؤنسة العيد ولو بمجرد أغنية. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.